السلام عليكم ومرحبا بكم في القناة. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم مجموعة من الافكار لتعطير والمحافظة على نظافة الحمام، ونبداو على بركة الله. الحيلة كنحتاجو ليها اسفنجة، هذه خاصة بالاواني، من الافضل الا ما كانش ممكن تستعملو غير اسفنجة عادية، والصابونة ديالكم اللي كتغسلو بيديكم، وطريقة الحال الموس او المقص. اول حاجة كناخدو الصابونة ديالنا وغادي ناخدو عليها العبار، غادي نفتحوها كيف ما كتشوفوا على هذا الشكل. ويلا دابا معايا للحمام باش نعرفوا الاستعمال. وهذه هي الصابونه، راكم عارفين يعني كنستعملوها وكنوضعوها في علبه اللي بحال هذه خاصه بالصابون، ولكن مع الوقت فراه هي كتعلق والصابونه كتخلي فيها الاثر ديالها. فغادي نجيبوا الاسفنجه ديالنا وغادي نوضعوا فيها الصابونه على هذا الشكل، وغادي نحيدو هذه نهائيا، نستغناو عليها بعد ما كنستعملوا الصابونه ديالنا. احنا كنرجعوها في الاسفنجه وبالتالي ما كتوسخش لنا نهائيا المكان ديالها، ما كيتعلقش. وعندها استعمال اخر حتى هو مفيد، احنا كندوزو كننظفو بها المغسل ديالنا، وكنكونو ضربنا عصفورين بحجر. لذلك ماشي علاش نصحتكم انا بهذا الاسفنجه اللي عندها يعني الخاصه بالالواني، باش كتنفعل. وبالتالي كنخليو المكان نظيف. ثانية كنحتاجو فيها واحد القرعة اللي يكون فيها ثقوب بحال هادي، او ممكن تستعملو غير قرعة ديال الدواء بلاستيكية وديرو فيها ثقوب في الغلاقة ديالها. وكنحتاجو القطن واي معطر كتعجبكم الريحه ديالو، انا كنصحكم بهذا كودا كودا لان الرائحه ديالو فعلا يعني قويه جدا وكتبقى مده طويله. والحاجه غادي نديرو القطن في العلبه الزجاجيه او القرعه. ممكن تستعمل ورق الحمام او الكلينكس، ولكن القطن صراحه كيعطي فعاليه افضل. وكنعمره بالمعطر على هذا الشكل صافي، وكنسدو القرعه ديالنا. هاد العلبه هادي صدقوني كتبقى كتعطي الرائحه لمده طويله، وفوق ما يعني حسيتو بها مبقاش فيها الريحه، فانتوما كتحلوها وكتزيدو فيها المعطر وكتحطوها سواء حتى المغسل، كتحطوها هنايا فوق الحمام، فكتبقى كتعطي الرائحه ديالها. الحيلة الثالثة غادي نستعملو فيها معجون الأسنان اللي كتكون الرائحة ديالو قوية، ماشي داك اللي كيكون يعني ما فيهش الريحة، ضروري تكون فيه الريحة. ناخدو معجون الأسنان، من الأفضل أنكم تشريو أصغر علبة ضروري، وغادي نفتحوه من الجنب على الشكل هذا. انا فتحته من تحت باش من بعد من يتسالى داك الجيل اللي الوسط منه غادي نوليو نعمروه بمعجون اخر، يعني ناخذ علبه كبيره ونبقاو نعمرو بها، كطيح اقتصاديه اكثر. الطريقه ديال فتح السيفون هي كتعطي كدورو هاد البوطون هادي. الحيلة اللي بغيت نشارك معكم وهي في الاقتصاد في الماء ديال السيفون. الا ما كانش عندكم هاد ما عرفتش كيسميوها اللي كتعدل يدويا على حسب نسبه المياه، فانتما كتوضعوا كتستعملوا بقرعه هكا ديال البلاستيك، هانتوما كتوضعوها في السيفون ديالكم باش كتمتصدو في المياه. هاد الحيلة راه رائعة جدا كيف ما كتشوفوا، يعني هاد المساحة اللي كتشغلها القرعة
فهي كتكون يعني اقتصدتوها في كل مره كتضغطوا على السيفون ديالكم. هانتوما غادي تشوفوا دابا التجربه، الا حيدنا القرعه ممكن نديرو قرعه من هذه، فهو كيبقى كيعمر هذاك يعني الحجم ديال الماء اللي كاين في القرعه، ملي كنوضعوه فهي كتحبس، وبالتالي كتكون وفرتوا واحد الكميه مهمه ديال المياه. تاخذوا معجون الاسنان اللي كنا فتحنا وتوضعوه في السيفون، فكلما ضغطوا على الزر ديال السيفون فهذاك الماء كيخرج يعني معطر والريحه ديالو يعني مزيانه. ممكن توضعوا حتى يعني شي زليفه ولا شي كاس وتوضعوا فيه بيكربونات الصودا فهو رائع لامتصاص الروائح الغير محببه، وتوضعوا هكا فوق السيفون او توضعوا هاد الكميميسه هادي هنايا حتى هي فوق السيفون. الى بغيتوا تعرفوا اشنو فيها الفيديو في صندوق الوصف. بالنسبه للحيله الرابعه كنحتاجوا هنايا القهوه اللي كنستهلكوا في المطبخ، وعندي هنايا واحد العلبه او كاس او اي حاجه يعني تكون مفتوحه، وكناخذوا واحد ملعقه او جوج وكنديروهم في السلافه بحال هكايا، المهم ما تكونش مغطيه. ممكن تستعملوا ايضا حتى بقايا ديال القهوه، غير هو البقايا خاصكم مره مره يعني تبدلوهم، اما القهوه فهي كتدوم مده طويله يعني كتنساوها يعني ما كتحتاجوش انكم تغيروها. هاد السلافه هادي اللي درنا فيها القهوه ممكن كتحطوها في الحمام ديالكم في اي مكان هكايا اللي يكون مخبي، ولا هكايا اللي كان عندكم شي كويس اللي هو زبون ممكن تحطوها غير هكايا فوق هاد الاكسسوار ديال الحمام. على فكره هاد الاكسسوار اللي بغات تعرف معلومات عليه فراه كاين الفيديو في صندوق الوصف، هو خاص بالصابون السائل كيعطي ديكور زوين صراحه وانيق في نفس الوقت، هي فعاله جدا في امتصاص الروائح يعني اللي ماشي زوينه اللي كتكون في الحمام. جربوها وغادي تشوفوا النتيجه ان شاء الله بنفسكم. اخر فكره اللي غادي نشارك معكم هي انكم توضعوا منظف الارضيات اللي كتكون فيه واحد الرائحه اللي زوينه وقويه في نفس الوقت في بخاخ بحال هذا الشكل هذا، وكتستعملوه فوق ما بغيتوا تعطروا الحمام فانتوما كترشوه في الحمام ديالكم. كتستعملوه كذلك في انكم تعطروا به هاد الشيتا هادي اللي كنستعملو لتنظيف الحمامات، فكترشو كل مره هاد المعطر هذا وكتخلوها فهي ديما كتبقى في واحد الرائحه اللي منعشه. كتخليوه هنايا كتحطوه فوق السيفون باش حتى الاطفال كيستخدموه منين كيسالو من الحمام كيرشوه كيجيهم ساهل. كنتمنى هاد الحيل هادو اللي اقترحت عليكم اللي تعطير الحمام يكونوا يعني مفيدين ويعجبوكم.